للحكم على المخلوع محمد حسني مبارك، عايز اقول ان هذه المحاكمات جملة وتفصيلا محاكمات هزلية. كان باتفاق مع النظام السابق، مع من يتولون الحكم حاليا هو المجلس العسكري، على الخروج. هذا هو الخروج الآمن اللي اتفقوا عليه مع بعض، نوع من أنه يعني نقدر نقول مخدر أعطوه للشعب المصري كله، ضحكوا عليه إن نقدر نعمل محاكمات والنظام السابق بيتحاكم ونقدر نجيب الفلوس من بره. أحد أهم أخطاء الثورة المصرية إن هي ما عملتش محاكمات ثورية لهؤلاء الطغاة. كان النتيجة الطبيعية محاكمات هذلية ثم هذا الحكم الهزيل، ثم نتوقع في النقض أنه هياخد براءة أو على الأقل الحكم يخفف وإفراج صحي بعد كده. القضاء للأسف أدين إدانة كاملة في هذه المحاكمات، ويعني بنطالب دايما بأن القضاء يبقى يحاول يطهر نفسه. طبعا بندين في هذه المحاكمات النائب العام والمخابرات العامة المصرية طبعا لأخفت الشرائط اللي تدل على قتل الثوار. المجلس العسكري تواطؤ كامل مع رموز النظام السابق علشان يأمن خروجهم ويأمن المحاكمات ديت. أنا شايف أن الحل الوحيد لهذه المهازل هو استكمال ثورتنا، عدم الانبطاح أمام رموز النظام السابق أو رموز التيار الديني أو رموز العسكر. لابد أن الشباب يعوا جيدا أن هذه المحاكمات وهذه الأحداث هي مجرد نقطة من مسلسل أو حلقة من مسلسل إجهاض الثورة المصرية. نطالب بمحاكمات ثورية لرموز النظام السابق وللمجلس العسكري ولكل من قتل الثوار، وعلى الجميع أن يخرج ما في جعبته من أجل دماء الشهداء. شكراً.